زون ميكست. رجعنا من جديد في زون ميكس مع ضيفنا اليوم بشير الصحباني. بشير نعاود نرحب بك من جديد، ومازال 21 دقيقة بالضبط وعندي برشا أسئلة أخويا. تفضل. تك تك نكملوا فيه ساعة. باهي بشير، نحكي وكنا على رجي، ضغبت على فينال رجاء الشهير، علاش ما لعبتش وقتها؟ فينال الرجاء لعبت فينال الرجاء. مش كنت احتياطي وقتها؟ في اللالي. في اللالي. في الروتور لعبت. علاش اللالي ما لعبتش؟ طارق ثابت كان حاضر اكثر مني. فهمتك. لعبت دوز فينايات ايضا، هزيت كاس الكاف، كاس الكؤوس، معناها بشير مسيره محترمه جدا حتى من ناحيه الالقاب البطولات. ما تشوفش ما لقيتش حظك كما يلزم؟ هو انا برك ما لقيتش حظي. برشا اللي في الجيل نتاعي الوقت هذاك ما لقاوش حظ، مش كان بشير صعباني برك برشا. بون، فما برشا سامي دادا، حتى مثلا طارق ثابت قبل لعبت، تحكي لي برشا على طارق ثابت. انت رغم اللي عامل مسيره ممتازه، معناها سواء بطولات والا كؤوس، ما تحكيش نفس عليك طريقه العباد. نجم نقولوا حتى نسيتك العباد منك انت تقصير. نجم نقولوا نجم يكون تقصير مني انا، خاطر انا ملي بعدت على الكوره بعدت جمله حتى على حتى على 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 باختيار منك انت. ما هي ماني قلت لك ظروف حكمت باش انا نبعد جمله وكاو، فهمتني؟ دربي 99 تتفكروا ضد صارت ورقه حمراء وقتها، دخلت احتياطي، دخلت المقابله وانت بعد ما خفيت ورقه حمراء. من احسن الماتشات نجم نقولوا عليه في حياتك، ونسيت الماتش. ماتش فينالك؟ اي دربي وقت. اي ماتش دربي فينال. فينال. شنو تفكر منه الماتش هذاك؟ ماتش كبير خاطر الناس الكل تفكر الماتش هذاك عملته. والله هي صارت فيه ضحكه هي الماتش هذاك، فهمتني؟ اللي هي وكي دخلت انا وقتها صار البيلانتي. مع اسمه كنا رابحين انا زيرو. اي. ودخلت في بلاصه وليد عزيز الرقوش. وصارت البيلانتي وقتها تعدى ولينا نول بعد مركة حسين القابسي منتصاني. اي شنو الضحك؟ فهمتني؟ الضحكة وقتها شنو هي؟ الجماعة قالوا لي ما لقيت ما تعمل، شنو هي؟ قلت لهم هبطي لي درج خلينا نكمل الماتش معاكم، ودخلنا في الوقت الاضافي. فهمتني؟ قلت لهم ما عجبتنيش انا، ندخل درج ونخرج. باهي بشير، شكون اقرب لك بين اسبيرونس والسي ا بي؟ شكون الفريق الاقرب ليك؟ انا؟ اي يا فريق الام سي ابي اقرب لك متى؟ سي ابي وترجي كيف في وقت من الاوقات قلت انا ولد ليسبيرونس مش ولد السي ابي. اي بالحق، خاطر ايش نقول لك، صارت برشا حكايات يعني كلي في بنزرت تجاهلوني ياسر، فهمتني؟ مثلا فيش تجاهلوك؟ في برشا حاجات هكا، مثلا كي تبدا فما تظاهره فما لما ولا حاجه هكا، فهمتني؟ عمرهم ما كلموني، ولتو داير حتى لتو. ترجي كلموك؟ كلموني الويه، كلمني وقتاش يكلموك؟ لا هما ترجي تو عندهم مده ما كلمونيش، فهمتني؟ بعدك التصريح اللي عملته، فهمتني؟ التصريح بخصوص المئوية ما استدعاكش انت وقتها؟ لا ما استدعونيش. علاش؟ انا عرفت علاش. غضبتك؟ بيان سور دغير، كي تلقى ناس اللي بعاد على الترجي موجودين، ولد الترجي اللي كوميم وقت نقول جايب معاهم تيتروات، انا تيتروات من دمي. ما يعلم حد انا شنو كيفاش كيفاه في ماتشوات لعبتهم، ماتش منهم ماتش الرجاء فينال اللي في تونس. حتى حد ما يعرف بشير صحباني كيفاش هبط الماتش هيك. كيفاش هبط؟ انا الشيفي نتاعي عامل انطورس وهبطت نكور، فهمتني؟ حسره كبيره الماتش هذاك، حسره كبيره وبرشا بالطبيعه. اما تعرف بينات بشير تنساو، تعرف سببها ايش ما عيطولكش؟ والله ما نعرف بصراحة جملة، والله ما نعرف. مبالكش ينساو؟ ممكن ننساو، نجم يكون ننساو. باهي ما دامك حكيت على الالقاب والتتروات، شنو رايك في الكلام اللي قالوا زياد الجزيري؟ اكيد سمعته على القاب الترجي في الوقت هذاك. يظهر لي بالنسبة لزياد لعب ضد الترجي ولعبنا ضد بعضنا، والترجي كانت الوقت هذاك راهو باش تحكي على بطولة على اثنين، تحكيش على سبع بطولات راهو في جرت بعضها. غلط معناها؟ غلط في حديثه. وقت يقول لك الترجي فما متتروات هزتهم، ما استفدتش الترجي من التحكيم؟ شو ايش نقول لك؟ والله انا في الو... في, ال... في الوقت هذاك بالنسبة لي انا الترجي اقوى جمعية. راهو ايكيب تقعد ثلاث اربع سنين ما تخسر حتى ماتش. مش بالسهل. صحيح. مش من ملحيت هكاك، فهمتني؟
معناها ما فماش كانت اعانات من التحكيم جمل. تو انت تقول لي مشكوك فيها. انا ما قلت لك شيء. لا يقولوا يقول كما زياد يقول مشكوك فيها من البطولات. ايه. وقت اللي انت تجيب تحكيم من برا وفي بلادك وتخسر وتقول لي مشكوك فيها منين شنيا وين ما فين؟ باهي واضح. خالد الكلام. باهي. خاطر ريت الكلام هذايا تو تشكك في في كيب كامله راه. باهي باشي الكلام اللي قلته في قناه تونس نلتصق تقريبا لواجه نقيت التصريح هذاك اللي عملته وحيد ظهر لي ملي بطلت الكوره. ملي بطلت الكوره. علاش اخترت الوقت هذاك بالذات باش تتكلم؟ مش اخترت مش اخترت. هل انت اخترت الساعه والا هو مش اخترت باش تكلمك شنو بالضبط؟ انا ما اخترتش الوقت هذاك وما كنتش باش نخرج ونحكي ديما بعيد على روحي. غضتني روحي وكاو هذيك هيك اللي خرجني باش خرجت باش تكلمت وكاو بدلت حاجه بعد الكلام هذاك؟ ليه شو بدو كل واحد تو نجيك وكل واحد ياخو حقه. فهمتني بدلت برشا حاجات بون فما ثلاثه من الناس اللي تو قاعدين واقفين معايا فهمتني اللي هما سي لطفي عبد الناظر اي فهمتني لا اله الا الله ديما ناصر البدوي ناصر البدوي وسامي الطرابلسي ثلاثه هذوما الوحيدين هذوما لحد الوقت هذا الساعه هذه واقفين معايا باش عاونوك عاونوني برشا حاجات انت اللي نعرف وانا لطفي عبد الناظر وناصر البدوي عاونوك في الدار مازالوا التو كملوا لك الدار نتاعك مازالوا ان شاء الله بينتو تكمل الدار حول الله جراس على لطفي عبد الناظر وناصر البدوي ناصر البدوي وسامي طرابلسي سامي طرابلسي مش باش نقول لك خو كبير انا كنت حتى وقت ما بعضنا في كيب ناسيونال كنت نحبه ديما نحب القاعده بحذاه هو بصراحه اللي نعرفه سامي طرابلسي يعاون برشا برشا عباد عاون برشا ما يقولش هو يعاون اي ولا هو ما يقولش اما انا جيت باش هو ما نحب اما انا جيت باش اما بصراحه اللي نعرفه قاعد يعاون في برشا يعاون برشا والتو قلت لك ديما يعاونني في الصحة عاون. يرحم والدي فهمتني وقد ما نقول فيه راهو شويه بالنسبه كي هو كي سي لطفي كي النصر يعطيهم الصحه الناس الكل التو واقفين معايا هذوما بالحق لقيتهم واقفين معايا هذوما الوحيدين اللي كانوا هذوما لقيتهم واقفين معايا فما عباد لاموك برشا لاموني مثلا شكون لامك؟ شكون اللي لامك؟ لامك الجمهور لامك اللي يحب الترجي فهمتني وانا كي تكلمت ما تكلمتش الترجي الترجي جمعيه كبيره لا نجم نمسها انا لا نجم نمسها غيري فهمتني ما حكيت على ظروف اللي عشتها وكا فما عبيد بعدها وعدوك وما نفذوش يخذوا انا وقت اللي خرجت حب نفسر برشا حاجات وقت اللي خرجت حكيت انا مانيش طالب جاي مد يدي للطلبة راه فهمتني انا حكيت خاطر حسيت حاجة لهنا وقت اللي صار اللي صار فهمتني تقهرت فهمتني هيك خرجت حكيت باقي وقت اللي حكيت زاد ما حكيتش باش ناخو لازم يفهموها العباد راني ما حكيتش باش ناخو اللي عاونوني يرحم والديهم وبارك الله فيهم فهمتني مال علاش خرجت ها انا كي خرجت حكيت انا قلت لك صارت لي حكايه اللي صاي اللي هي مو ما حب عاوش نرجع بالتوالي اي مهم باش نعرف اغزر متحفظ برشا معايا خويا اليوم علاش لا والله مانيش بالعكس والله عطيتك برشا حاجات والله لا فهمني الحكايه يعرفوها تونس كامله تعرف فما شكون وعدك وقتها باش يعاونك وما عاونكش فما مثلا شكون ما نعرفش انا في التلفزه حكاو انا ما مثلا شكون فما في التلفزه حكاو وقت اللي صارت الحكايه فهمتني فما برشا حكاو ما اتصل بيا حد الوحيد اني قلت لك ثلاثه من الناس حتى سامي ما تكلمنيش راهو والتو انا وسامي ما تكلمناش بالتليفون مالك كيفاش صار؟ فهمتني؟ كيفاش صار الكونتاكت؟ على طريق واحد اخر يرحم والديه وما كلمكش لا كلمت صدقني للوقت الحالي للوقت هذا لا كلمني ولا كلمته واضح تي صح فما واحد ما بيناتنا فهمتني؟ واضح باش عاونك نجم نعرف باش عاونك سامي طرابلسي عاوني كيف ماديا فلوس ماديا انا كي في العيد في دخول القرايه في لولادي واحد فهمتني عاوني برشا وانا قلت لك التو مازال يعاون فيا خالد بدر ما اتصلش بيك بعدها ليه ما اتصلناش مع بعضنا ما صار حتى كونتاكت ليه
خاطر هو تكلم في شمس فيم قال دموع تماسيح وحاجات من نوع هذا امور هذيك. قال هزك للبنك عطاك فلوس هذا موجود ولا مش موجود؟ هو قال اي صحيح ولا فهمتني. هو قال ما صارش منه الكريم الله اعلم. طيب هذه حكايه مشيت تعديت على روحها ما باش نفهم شكون اللي صحيح وشكون غلط. انا غلط انا غلط هو صحيح وانا غلط. تحسك فما كلام في داخلك ما تحبش تخرج. فهمتني قلت لك هو صحيح وانا غلط. هو يعرف بشير الصحباني شنو هو. رغم اللي علاقتكم كبيره برشا كانت. ليه وتقعد يقعد يغزل لي يجي نقول لك حاجه ها وصار اللي صار فهمتني. وكان نرجع ونحكي ونرجع ونتقاو ويقابلني ويعاد راني كل شيء ننساه. يمشي على روحه كل شيء يمشي على روحه. علاش قال فيك الكلام هذاك؟ فهمتني اموره. باهي وقت اللي كنت ترجي بشير كنت في القمة فما عبيت خذلوك وقتها وقفت معاهم وقتها وخذلوك من بعد فما برشا برشا عاونتهم وما برشا. انا اجي نقول لك حاجة وأعوذ بالله من كلمتين فماش واحد قصدني في أي حكاية وما عاونتوش بها. فما شكون قصدته من بعد ردك؟ مسكرين البيبان مش ردني. كيما شكون مثلا؟ تي ليه من الاصحاب نحكي انا. ماكش تسميني شيء اليوم؟ ها انا ماخذ وعد على روحي باش ما نسمي حتى حد، خاطر اللي باش يسمعني باش يعرف شكون هو وكاو. بيقولوا بشير خاطر وين تكلمهم من بشير يحب على فلوس، على ذاك ما عادش يزعل عليك. شكون هذا؟ يقال هكا. عمري ما تكلمت حد على فلوس انا. حتى حد. عمري ما كلمت حد على فلوس. ودايما انا نوامر اللي تحكي اللي قالوا. عمري ما عنديش برشا نوامر انا صح. نتقابلوا في ال وتيت فرصه هكا في البارك ولا حاجه ولا عمري ما. قد ايه صورت بس هي فلوس من الكوره؟ صورت فلوس؟ مش باش تصور ما صورتش. حتى شيء. انا ما صورتش فلوس على خاطر ما خذيتش فلوس. كيفاه؟ جمله. ما خذيتش فلوس. باش مشيت كاس افريقيا عمرك 20 عام عملتوا فينال نتصور وقتها الناس الكل خذت فلوس وقتها بعد كبد افريقيا هذيك في جنوب افريقيا. خذيت فلوس خذيت بهم دار الوقت هذاك حطيتهم كل في دار. ما شاء الله هاو عندك عملت دار. هي هذيك هي. كيف ما صورتش فلوس؟ ما صورتش فلوس، ما تنجمش تصور فلوس وقت اللي الفلوس شويه. ملي كيف نسميها انت عندك فلوس. عائله. عندك عائله وتلعب في جمعيات كبار. يلزمك باش تكون في المستوى قدام مظهر قدام لعبات باهي فهمتني؟ ما تنجمش. فهمت. مادامك ما وصلتش خذيت فلوس اللي تنجم تعمل بها. ما ترجي ما خذيتش فلوس. خذيت كان شهريتي انا يعني. وبريميتي لعب كيما كانوا الناس الكل الوقت ظهر هي اعطيني انا شكون اللي في الوقت هذاك كون اعطيني فما لاعبين تو عايشين لاباس عليهم مش الناس الكل انا هو خالد بدر مثلا خالد بدر خذ خرج البر لعب اي انت عايش ما خرجتش وقت ما خرجتش ما جيتش الفرصة تحفظ على فلوس وزاد خرج البر انا عايش مع بدر ونعرف انا كان عايش مع بدر ونعرف شو فما ما فماش فهمتني الجوارات اللي في الوقت في الجيل نتاعي اللي خرج لبرا طارق ثابت مثلا عنده قهوه لابس عليه يا اخت انت قلت طارق ثابت جيبوا واسالوا شنو الظروف اللي عاشها بالك انت غلطت بشير في حاجه فاش غلطت نسال فيك برشا ناس يقولوا غلطت نسال فيك غلطت وبرشا كلام تقال اللي انا فسدت يتقال هذا باش تفسد ب 350 بشير وعندك عائله في جرتك انا عندي معلومه 350 شنو 350 350 دينار باش تفسد بها وباش تعيش بها عائلتك باش تعمل شنو باش تعمل بها؟ انا عندي معلومه قول لي انت صحيحه ولا غلط. قول يقال انك في سهريه قبل صرفت 14 مليون. انا وانا شديت 14 مليون في يدي. قول لي انت صحيح ولا غلط؟ سنة سنة. اي انا شديت 14 ملي بديت نكور شديت 14 مليون في يدي. حتى فلوس كيف نوصل لها. قلت لي عملت دار تو. استنى حتى فلوس نعطيك عاد قداش خذيت وارجع. انا وقت لعبت كيب ناسيونال خذيت 10 ملايين راه فهمت هيك اكثر فلوس شديتها في يدي 10 ملايين عملت بهم دار صدقني اكثر فلوس اي وقتها الدار رخيصه ليه يعني دفعت فيهم في دار مش خذيت بهم دار دفعت في دار وقعدت نخلص بشوي فهمتك اش تحكي انت تدخل لي 14 مليون باهي اللي نعرفوا وقتها سليم شيبوب دخل برشا ملاعب اللي عمل له قهوه اللي عمل له رخصه اللي عاونوا فيها دخلوا فيه وظيفه انت ما عمل لك شيء سليم شيبوب نعاود سؤال شددني اسمع شدت لي في سليم صار ان شاء الله ربي يفرج عليه ربي يفرج عليه فهمتني وان شاء الله ربي يشفيه واحد فهمت انا ما انا قلت لك انا ما لقيتش حاجه انا عملت قهوه وصرفت عليها وما خذيتش رخصتها وقت لي انا في الاسبيرونس ما دخلكش باش تعطيك انا قلت لك انا وقت لي انا في الاسبيرونس علاقتك بيه ما كانتش باهيه بالعكس انا كانت علاقتي برشا باهيه برشا مع سليم راه
ما قلتش علاقتي مع سليم خايبه. ليه 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 بالعكس، علاقتي مع سليم باهية. علاش انت علاش انت بالذات ليه؟ ما ايش نقول لك، ما نعرفش بالحق نحكي صدقني. القهوه هذيك في واد الليل فهمتني، توليت بنك صرفت عليها صرفت عليها صرفت عليها صرفت عليها مش من شهريتي بريمتي فهمتني، كل مره نزيد حاجه نعمل حاجة. وعملت القهوه وحضرتها وما خديتش رخصتها. ما حاولتش تطلب منه انك انه يعاونك في الرخصه؟ اي شنو كانت جابت طلبت وحدها غاديك وقت. قال لك لا 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 ما قاليش ليه. ما عاود ما 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 حل اغزر، قلت لك ما تحلتش القهوه. واضح فهمتني. حمد المد بعاونك زاد دخلك تخدم في الشركه نتاعو؟ دخلني نخدم، ما دخلني نخدم يرحم والدي وبارك الله فيه. اي شنو صار بعد؟ فهمتني اللي صار فهمتني، صارت تحب تعرف حكايتي في الخدمه كيفاش؟ انا خدمتي 10 ايام خديت كونجي رجعت نلقى روحي لبرا. علاش؟ شنو صار؟ الله اعلم. ومشيت حبيت نقابل حمدي المد، مانيش على اساس باش نرجع راهو. بيت نقابله ونحب نعرف علاش شنو هو الحديث اللي تحكي. يا اخي صاف. ما قابلنيش. قعدت ساعة تستنى قدام الفيلم نتاعو؟ قعدت سوايع. تستنى. سوايع مش نهار مش اثنين. نهبط من بنزرت للاك. ما قابلكش. ومشيت لحتى البنك وما قابلنيش. قلت لك مانيش باش نخدم راهو. مانيش ماشي له باش نخدم. وصل له كلام عليك؟ اكيد. قلت لك انا 10 ايام خذيت كونجي. المعلومه اللي عندي تقول بشيء انك قصرت في الخدمه هذيك اللي عطيتها. لا عمري ما قصرت. اجي نقول لك وقت اللي تعمل اللي تدخل في كارفور تلقى شيفر. ما غير ما عادش نسميه المؤسسات. تلقى شيفر. انا اللي سمعته نقول لك المعلومه اللي عندي. بنته مشيت للمؤسسه اللي كنت تحكي عليها هذه. ما لقاتش الحاجه اللي كنت معني باش تخدمها انت. هذيك الحاجه قصرت في الخدمه نتاعك معناها. انت نعطيك حاجه. هذيك اللي حب يعمل لي الماكيده انا خاطر راحتي بالاحد. باهي. وسيرين موجوده معناها الحكايه. ايه وسيرين جات نهار الاحد. دونك انا نهار الاحد ما نخدمش. والشيء اللي جات عليه هو وراته مش موجود. مش تابعني انا. تظلمت معناها. انا خاطر عندي تو نعطيك شنو الحاجات اللي لاهي بها. انا لاهي بالعصير وبالجازوز هذوما الريونات اللي لاهي بهم انا تابعيني انا فهمتني. داير حتى اللي في اللي شيفر في عام من 11000 اللي تعمل فيه 40000 مش سهل. باه شنو صار؟ هذاك اللي صار الحكايه من فميك بدات المشاكل. واضح. هل صحيح باش كانوا باش يعينوك على الساس في الحديقه؟ ايه. كيفاش الحكايه هذيك؟ كانوا باش نخدم في البارك على الساس بعد. انت طلبت ولا هما قالوا لك؟ انا شو انا مش طلبت، انا طلبت خدمه. انا قالوا لي نعاونوك بالفلوس راه. هذا رئيس ترجي ولا شكون؟ ايه قالوا لي نعاونوك بالفلوس. ايه انا ليه ما نحبش حب خدمه. حب نخدم. ايه ما نحب حد يعمل عليا مزيف. علاش ما كملتش؟ فهمتني؟ علاش ما حب نخدم بذراعي انا يعني نجيب فلوس لاولادي من عرق جبيني. علاش ما صارتش تعيين وقتها؟ ما هو بعد عاد دخلت للديليس وكاو هذيك هي بدلت باش مع اسم المؤسسات. ما تشوفش وقتها مع احترامي سامحني الناس الكل والخدمة الكل وحتى خدمة الحارس، ما تشوفش لاعب دولي باش في قيمتك قبل تمشي تخدم في البوست هذيك اللي في البارك معناها؟ شو اجي نقول لك حاجة، كي تخزر لاولادك تخزر لعائلتك ما عاد يهمك شنو هو الخدمة اللي باش تخدمها، المهم تجيب لهم باش يعيشوا وكاو هذاك شنعرف. ما يهمكش في حد شيء. انا من الناس حتى كي كنت نكور قبل لاني حاشي باش نولي لبس عليا كيما برشا الناس يحكيو، نحب نعيش مستور. هذه من اللي بديت حياتي نحب نعيش مستور كاو الستره هذيك هي. توا امورك واضحه؟ ان شاء الله كي نسكن في داري تتولي اموري واضحه. اللي هي قاعده في طور البناء ان شاء الله. ربي سهل ان شاء الله. كي نسكن في دار نولي لاباس والحمد لله. باش نكمل معاك مع اخر مع ريبريك في الحصه نتاعنا، نبدلوا شويه الجو بشير. اي بدلوا بدلوا. خسرتني برشا. لوكويز. مجموعه من الاسئله بشير بسرعه جاوبنا عليها من غير برشا تخمام. تبع شويه الكره اليوم في تونس. تبع شويه. شكون تعتبر اليوم احسن لاعب تونسي؟ بتاع الترجي بالرمضان. احسن لاعب في تاريخ تونس جابته تونس.
برشا. الواحد هكا يقعد في بالك سمي نعرف برشا سميني واحد تعتبر الافضل. اي انا مراد الغربي يعجبني برشا خاطر ولد جمعيتك. لا 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 مش خاطر وجه خاطر كورت معاه ونعرف شنو هو مراد الغربي. اقرب لاعب ليك شكون؟ تو ما عادش عندي هكا. كان خالد بدر. خالد بدر تو حتى واحد خالد بدر هكا. افضل مدرب تونسي تو تو معين شعبان. افضل مدرب في تاريخ تونس يوسف الزواب. في تاريخ تونس رغم المشاكل اللي كانت بيناتهم. رغم المشاكل وكل شيء شو كل حد نعطي حقه انا راه. ماتش ما تنساهش يقعد في بالك. ماتش ما تنساهش ماتش وقت نلعب في السيابي نتاع بطوله كنا باش نهزوها بعد تحرمت من هذيك بون. والبطوله مع السيابي. مع السيابي وما هزيناهاش. بونتو ما تنساهش. بونتو ليتوال. اقوى جمهور في تونس تعتبر. اقوى جمهور في تونس. اي جمهور الكليب. اول شهريه خذيتها. اول شهريه خذيتها خذيت 60 دينار. 60 دينار. شنين الحاجه فيك ما تعجبكش انا؟ اي برشا حوايج ما يعجبونيش انا. نيتي فهمتني نمشي على نيتي لتو حتى لتو راني ديما على نيتي. احسن ملاعبي في العالم يعجبك؟ احسن ملاعبي في العالم مارادونا الله يرحمه. تو 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 اي انا من محبين كريستيانو. كريستيانو مدرب في العالم. في العالم غارديولا. كانت هذه الكويز. نمشيو للكيب تيب اخر بريك في الحصه نتاعنا. ليكيب تيب ما عادش عندي برشا وقت باش يصير خمسه توا كمان الوقت نتاعنا في ساعه تعطينا احسن تشكيله في تاريخ الكره التونسيه تعتبرها حسب رايك انت باش تحط لي انت روحك مدافع حط روحك وين تحب واعمل لي التشكيله باش كون نبداو جول. نبداو بشكري الواعر. باهي من المدافعين. المدافعين خالد بدرة في جزر. انت وين تحط روحك ساعه؟ انا؟ اي انا نحط روحي بحذا بدرة في اللاكس. اكسيا على اليمين. على اليمين طرقت. على اليسار. على اليسار باش تختاري ظهري جينيراسيون اللي لعبت معاها انت. نتاع الكليب انا نحب ملاعبيه منوعين. سمير السليمي. سمير السليمي في الوسط. في الوسط زبير باية. اي قدام يلعب زبير مش بيفو عاد. اعطيني وسط الكل. في الوسط. اي رياض البوعزيزي والشيحي. بوعزيزي والشيحي وباية. وباية. القدام. القدام جلاسي. رياض. وزياد الجزيري. ناقص واحد. في التشكيل عياد الحمروني. عياد الحمروني يعطيك الصحة. شكرا لك بشير. عايشك. شرفتنا بحضورك اليوم. وعايشك يرحم والديك. يعطيك الصحة بشير السحباني. هكا نكملوا حصتنا اليوم. شكرا أمالي بن ناصر في الإخراج، أيضا ناصر الساكني في الإخراج الرقمي، محمد بالسعيدي أجمل